على الناس اللي يقولوا ليش تتكلم بسياسة والسياسة هذا مش عليك وهذا كلام كبار وما أعرف إيش ما أعرف إيش. أول شيء أنا من اليمن، أنا ولدت في اليمن، أنا يعني بلد اليمن، ولا أنا ما نش عايشة في المريخ ولا الفضاء، أنا زيكم يمنية، فأنا أشتي بلدتي وقع حالية، لأنه يعني إنه إحنا دحين أهلي جاءوا هنا فترة يدرسوا بجامعة وبنرجع اليمن، فعشان كذا أنا أشتي بلدي تتطور توقع حالة. يعني لما حد يقول لي أنت منين أقول من اليمن، وأنا رافعة راس كذا مفتخرة ببلدي إن هي شيء واو زي كذا. إنه لما واحد يجي يسألك أنت منين، أنت تقول من اليمن، يجي يقول لك أوه لا لا يا حرام اليمن فيها حرب ما أعرف إيش. تخيل لما بلدك تكون متطورة ومشهورة بجمالها وكل شيء، وواحد يجي يقول لك أنت منين وأنت تقول من اليمن وأنت كذا رافع راسك. فعشان كذا أنا أتكلم في السياسة، لأنه أنا أصلا هي بلدي وأنا أشتري أخليها توقع حالية. أنتم تقولوا لا تدخلش بالسياسة، شفتوا ليش أنا أتدخل؟ لأنه أصلا أنا بلدي اليمن وأنا أشتري بلدي توقع حالية. وخاطر